السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة عندنا شركة إعلان جديدة، وطبعا مكملين مع بعض سلسلة شركات الإعلان اللي احنا كنا بدأناها بقالنا فترة، وشرحنا قبل كده أكتر من شركة. زي ما انتم شايفين في شبكات الإعلان دي هتلاقي 11 فيديو، معظمها هنقول معظمها عشان في شركتين أو ثلاثة طلعوا نصابين، ولكن كانوا كويسين طبعا في الأول، بعد كده بقوا نصابين. طبعا مش مشكلة عادي، والناس اللي بتقول لي امسح الفيديوهات، صعب يا جماعة نمسح الفيديوهات لأن الفيديوهات دي جايبة ترافيك كويس. انتوا كلكم في الـ كومنتات قلتوا ان الشركات نصابه، فالمفروض اللي يشوف الفيديو يشوف الكومنتات فيعرف ان الشركه نصابه، فمش لازم امسح الفيديو عشان ده هيخسرني كتير. ولكن ان شاء الله بعد كده باذن الله اول ما نوصل طيب ل 1000 مشترك، بس نوصل ل 1000 مشترك بس، وان شاء الله امسح كل الفيديوهات اللي فيها شركات نصابه عشان الناس ما تتخدعش فيها، او هعملها برايفت. تمام، فانا اسف على اي حد اتخدع في اي شركه اعلان كنت شرحتها وطلعت نصابه، عشان ده مش ذنبي والله العظيم. لكن شركة النهاردة إن شاء الله مختلفة، وشركة النهاردة مش نصابة نهائيا، وفي إثبات دفع للشركة ولكن مش هقدر أظهره، ولكن هسيبلك رابط إثبات الدفع ده أسفل الفيديو، ممكن تخش تحمل الصورة وتشوف إثبات الدفع ده براحتك. ونبدأ في الحلقة على طول بعد الفاصل. في البداية كده، اللي مش مشترك في القناة يا ريت يضغط سبسكرايب دلوقتي أو اشتراك في القناة، الزر الأحمر أسفل الفيديو، أو تخش على اللينك بتاع القناه بتاعتي www.youtube.com/mrbomtech ويضغط سبسكرايب للقناه ويعلم على زرار الجرس عشان يوصله كل جديد ان شاء الله يوميا. ان شاء الله بننزل فيديوهات، او كل يوم ويوم بننزل فيديوهات. زي ما انتم شايفين ده الجدول بتاع القناه، هتلاقوه في الغلاف بتاع القناه او الكفر، هتلاقي السبت شركات اعلان، الاثنين اندرويد، الاربع استراتيجيات، والجمعه ربح من الانترنت. وفي وسط الاسبوع ممكن ننزل فيديو، وممكن يوم الجمعه ما ننزلش ربح من الانترنت، ممكن يوم الاربع ما ننزلش استراتيجيات، وممكن ننزل اي حاجة تانية تكون مفيدة للناس، وأي حاجة تطلبوها طبعا تحت أمركم في أي فيديو إن شاء الله تطلبوه، إن شاء الله أنزل لكم أي استفسار أنتم عاوزينه. ولكن أي حد بس يكلمني على صفحة الفيسبوك أو يسيب كومنت أسفل أي فيديو إن شاء الله برد على كل الناس. ولكن في ناس كده ما بعرفش أرد عليها بسبب مفيش شتيمة أو حاجة، لكن ببقى فعلا بيبقى في حاجة مثلا شغلاني فبنسى الكومنت مثلا أو كده. لكن لما بكون قاعد فاضي وماسك الموبايل، أو بكون قاعد فاضي في أي وقت، برد على أي حد، اي كومنت بشوفه برد عليه على طول ان شاء الله. ونبدا في الحلقه على طول. اول حاجه اسم شركه العنايه اسمها ادز اي ال. ادز اي ال فهي شركه بوب اندر، ولكن ليها مشكله بسيطه خالص، ان هي ما بتقبلش بلاك سبوت وكل الحاجات المجانيه، اي حاجه مجانيه مش بتقبلها. فانت في البدايه، لكن طبعا بتقبل حاجه تانية وان شاء الله هقول لكم عليها لما نخش في الشركه. اول حاجه هتبدا في الصفحه دي تعمل دونت هاف ان اكونت، تمام، والفيرست نيم هنا تكتب اسمك، واللاست نيم اسمك التاني، والكونتري تحط المدينة، والادرس اكتب اي ادرس، وهنا الفون نمبر او السكايب بتاعك اكتب اليوزر نيم بتاع السكايب او الفون نمبر، اي فون نمبر. الاكونت تايب هتعمله ببلشر، هنا الايميل، باسورد بتعيد الباسورد وتعمل ساين اب، وبكده تكون عندك اكونت في الشركة. تمام، وتيجي هنا ايميل وباسورد تعمل لوجن، طبعا بعد ما تاكتف الاكونت. يعني بعد ما سجلنا في الشركة ودخلنا، تمام، اول حاجة تعملها تعمل ماي ويب سايت وتعمل نيو بليسمنت. هنا هتكتب اليو ار ال بتاع الدومين، زي ما انت شايف بيقول لك دوت كوم. تمام، هقول لكم بقى الحوار. هنا مش بيقبل بلاك سبوت، لو كتبنا البلاك سبوت بتاعتي وهنا كتبنا طب نركز كده في التخصصات وكده. الادلت دي حاجات اباحيه في كل الشركات، اي حاجه ادلت قول له لا. تمام، عندك هنا ادلت اكسبت ادلت كامبينز قول له نو. تمام، عشان الناس تقول لي ان الشركات اباحيه ومش عارف ايه، لا هو كل الشركات كده، مفيش شركات جديده بالذات كلها كده. تمام، حتى ادسنس فيها، يعني حتى ادسنس فيها لو انتوا تعرفوا ادسنس كويس، فهي فيها اعلانات اباحيه، ولكن معظم الناس العربيه اللي احنا بنتابعهم مش بيجيبوا الاعلانات دي. ولكن لو دخلتوا على مواقع بتجيب كل الاعلانات فهتلاقوا اعلانات اباحيه، وتلاقوا اعلانات العاب قمار وحاجات كده. تمام، فانت بكل بساطه علم على التخصصات اللي انت عاوزها، واي حاجه اكسبت ادلت كامبينز اعمل قول نو على طول. ماشي، هنعمل هنا سبميت، هيقول لك لا بلوج سبوت سب دومينز ار نوت الاود، يعني هنا ده مش هينفع الا البلوج سبوت ده. فانت مثلا هقول له انا عايز اعمل تي كي، انا طبعا عاملها قبل كده، فهنيجي عند البليسمنت ليست، هو لسه بيندنج، ولكن زي ما انت شايف النيو بليسمنت وقفه مباشره، يعني ما رضاش اصلا ياخده. اما ده تي كي وهي طبعا مجانيه، وبتعرفوا كل الناس تعرف تعمل تي كي من على فري نوم عادي جدا، فزي ما انتم شايفين الموضوع سهل هيتقبل ان شاء الله عادي جدا. ولكن زي ما انتم شايفين في البلاك سبوت ما اتقبلش نهائيا. طبعا احنا كده هنخسر حوار ان احنا
جيت كود وكده ونجيب الكود، ولكن انتوا كلكم عارفين ازاي تجيبوا الكود وتحطوه في المدونة عادي جدا. هو مش بياخد اكتر من 5 ل 10 ساعات او يوم بالكتير، وبيتقبل الموقع بتاعك. تمام، احنا طبعا هنتكلم عن كل حاجة في الشركة غير الجيت كود. يعني انت كل اللي هتعمله ان هيظهر لك هنا جيت كود، وتاخد الكود وتحطه في التخطيط وعادي جدا، ويظهر معاك البوب اندر بتاعك عادي جدا. تمام، الشركة طبعا مصرية، 111,000، ده ممتاز ممتاز ممتاز. زي ما قلت لك اثبات دفع هتلاقيه اسفل الفيديو. تمام، تعال كده نخش كده نشوف الباقي. طبعا دي حاجات اللي احنا عارفينها، هنا برضو انت ممكن تاخد الكود. طيب هنضغط كده واحدة واحدة، هنا بيقول لك البوب اندر كود. تمام، بيقول لك ده الويب سايت. حلو، هنا هتكتب له انليمتد. تمام، هنا انليمتد. الترافيك بيقول لك الترافيك بتاعك بيجي منين، بيقول لك من موبايل ولا ديسكتوب. قول له الاثنين، بص موبايل اند ديسكتوب، وتعمل كريت جنريت كود. زي ما انت شايف بيقول لك الويب سايت بيندنج، لسه مش هينفع تاخد الكود. قول له تمام. عندك الدايركت لينك، طبعا كل شركات وكنا شرحنا قبل كده فايده الدايركت لينك. تضغط جنريت لينك برده مش هيظهر، لان هيقول لك لسه الويب سايت بتاعك ما اتقبلش. اكتر حاجه عجبتني في الموقع الصراحه هو الدومين بتاعه، مش الدومين طبعا، اللي هو السكريبت بتاعه او شكل الموقع. ممتاز ممتاز ممتاز، واضح قوي ان حاجه احترافيه يعني، والناس محترفه اللي عملته. نخش على تالت حاجه، زي ما انت شايف ده برده اعتقد ان ده كود لانواع تانية. زي ما انت شايف جي اس كود و بي اتش بي كود والحاجات دي، انا صراحه مش فاهم فيها، ولكن اكيد طبعا مش هتظهر بسبب ان لسه الموقع ما اتقبلش. انت طبعا ممكن تحط اكتر من موقع بكل سهوله. يعني هنا اللي هي الاحصائيات، زي ما انت شايف بتحدد الوقت اللي انت عاوزه، وبتعمل جنريت ريبورت، بيقول لك اختار ويب سايت، وزي ما انت شايف تعمل جنريت. طبعا مش هيظهر اي حاجه برضو بسبب ان لسه ما عملناش او لسه الموقع ما اتقبلش. ده عايز اقول لكم ان السي بي ام بتاع الموقع ده ممتاز ممتاز جدا، سي بي ام ممتاز. ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا من الموقع ده باذن الله. الفاوندز دي طبعا الويزدرو، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل. الويزدرو اقل مبلغ للدفع هو $5، وطريقه الدفع هي بيبال، وتكتب هنا ايميل بيبال بكل سهوله وتعمل سبميت. المفاجاه انك هنا بيمنتس ار بي بروسيسد اون ريكويست، يعني عند الطلب بيوصل لك اول ما هتطلب بعد ساعه او ساعتين بالكتير هيوصل لك. تمام، اهو today اليوم زي ما انت شايف بيقول لك اهو البيمنت ويل بي بيد، هيتصرف النهارده. تمام، يعني ما تقلقوش خالص من حوار الدفع. يعني ده هو افضل شركه بوب اندر انا اتعاملت معاها حاليا. طب ان شاء الله اول ما هتقبل هحاول احط عليها شركات اعلان، او اللي هي احاول اعمل فيها اللي هي اسمها احاول احط فيها اللي هي المواقع الترافيك ان شاء الله، ونحاول كده نجرب معاها. في طبعا موقع ترافيك جديد كده انا بشتغل بيه حاليا، ولكن ان شاء الله لو نجح معايا هنزله لك وهحاول اعمل لك شرح عنه. ان شاء الله موقع يعجبك باذن الله. وبكده تكون خلصت شركه الاعلان بتاعت النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. واعتقد ان الشركه دي ممتازه ممتازه ممتازه، هي مشكلتها بس الوحيده ان هي مش بتقبل شركات، مش بتقبل قصدي اللي هو الدومينات العاديه اللي هي بلوج سبوت والورد بريس والويكس والحاجات دي وسايت 123، لكن بتقبل اي ويب سايت مجاني تاني اللي هو تي كي ام ال او اي دومين مجاني تاني. طبعا لو دوت كوم او حاجات دوت نت او كده هتتقبل معاك بسرعه برضه. تمام يا شباب، فالموضوع واضح. والناس اللي بتسال انها لسه ليه ما اشتريتش الدومين، ان شاء الله انا هشتري، او ما بتعملش دومين تي كي او حاجه كده، عشان ترتيب اليكسا بتاعي ما يروحش، وهركز ان شاء الله في الموقع في فتره قريبه جدا. هركز في الموقع واجيب ناس تشتغل معايا في الموقع، ولكن مش دلوقتي. يعني مركز انا شويه في قناه اليوتيوب وسايب الموقع شويه، ولكن ان شاء الله هركز فيه قريب. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا النهارده من حلقه السبت شركات الاعلان. استنونا في حلقه السبت الجايه ان شاء الله في شركه اعلان جديده. وكان معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. الفيديو لو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تعمل شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.